السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرات أخبار الثامنة. مرحبا بكم وإلى العناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي. تعليمات صارمة لإحداث ديناميكية في القطاعات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن، ورئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استكمال التحضيرات لإطلاق عملية التلقيح ضد كورونا فيروس خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. توافق في وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول الوضع الراهن في المنطقة خلال المحادثة الهاتفية التي جمعت الوزير الأول عبد العزيز جراد ونظيره التونسي هشام المشيشي. تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، وفد طبي وهبة تضامنية مكونة من مواد صيدلانية تصل إلى نواكشوط تعزيزا للعلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا. انطلاق موسم التعليم القرآني مع التقيد ببروتوكول صحي يضمن سلامة المتمدرسين من وباء كورونا، والعينة في النشر من العاصمة وبسكرة. 8 اليوم تحقق في انعدام أساسيات الحياة بخربة ولاد هلال بالمدية، وبولاية بشار نتابع مدى التزام المطاعم المدرسية بتقديم وجبات ساخنة للمتمدرسين. بداية، ترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي. وبعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أمر السيد الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط، ووضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين بإشراك القطاعين الخاص والعام. وبالمناسبة حي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام في محيط إقليمي متوتر وجد معقد. وفي الختام، ألح السيد الرئيس على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة بما يتكيف وتحديات العام 2021، ومع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة خاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور. أسدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء أسدى تعليمات صارمة من أجل إحداث ديناميكية في القطاعات الهامة المتعلقة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتفعيل الاقتصاد الوطني. السيد الرئيس وخلال تقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية أكد على ضرورة استكمال كافة التحضيرات لإطلاق عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 خلال هذا الشهر. المزيد مع دلال بوطبة. اجتماع تقييمي لأداء الحكومة طيلة سنة كاملة، أداء اعتبره السيد الرئيس متراوحا بين الإيجابي والسلبي، فلم يتوقف كثيرا عندما تحقق بقدر ما أعطى تعليمات لاستدراك النقائص والتسريع في تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطن.
ففي حين ثمن السيد الرئيس التقدم الملموس في قطاعات هامة كالصناعة الصيدلانية، المؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب، أبدى عدم رضاه على تسيير بعض الولايات بخصوص مناطق الظل، مسجلا بعض المبادرات الإيجابية لتزويد الساكن بالماء والغاز، ومحذرا من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية. الملفات الاقتصادية في واجهة التقييم أمام التحديات المفروضة، حيث يبقى النظام البنكي النقطة السوداء في قطاع المالية الذي يجب إعادة النظر فيه والإسراع في رقمنة كافة القطاعات الحساسة كالجمارك، الضرائب والأملاك. من القطاعات المعول عليها في هذه المرحلة المناجم، حيث شدد السيد الرئيس على الشروع في أقرب وقت في استغلال منجم غار جبيلات ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، والرهان أيضا على الصناعة الصيدلانية من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني وخفض الواردات. وفي ترقية الاقتصاد الوطني تعليمات من السيد الرئيس بأن تكون الجامعة الجزائرية قاطرته من خلال الابتكار والبحث التطبيقي، مصرا على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية. الفلاحة والصيد البحري مجالات استراتيجية للاستغلال وتنويع المداخيل. السيد الرئيس أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن وبحث مشاريع شراكة في مجال الصيد، كما أمر بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا وإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب. من المجالات التي لم تصل بعد إلى أن تكون موردا اقتصاديا الصناعة السينماتوغرافية، التي ألح السيد الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل فيها. صحة المواطن في صلب الاهتمامات، ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كورونا شهر جانفي ووفق تنظيم محكم. السيد الرئيس كلف الحكومة أيضا بتعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الانتاج الوطني. اجتماع بدأ بتقييم القطاعات التي تمس الحياة المباشرة للمواطن واستراتيجية الانعاش الاقتصادي، لتستعرض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. في التعاون تحدث اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد هاتفيا مع رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، كما عبرا عن إرادتهما المشتركة في العمل من أجل تقويتها وترسيخها المستمر. كما سمحت المحادثات بين الطرفين باستعراض العلاقات الثنائية وفرص التعاون الجزائري التونسي تحسبا لانعقاد الاستحقاقات الثنائية التي تعكف البلدان على تحضيرها، سيما اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون. هذا وهنأ الوزير الأول رئيس الحكومة التونسية على تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال شهر جانفي الجاري، ليتبادل بعدها الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التسجيل بارتياح لتوافق وجهات النظر بخصوص الوضع في المنطقة والتأكيد على التشاور الثنائي حول هذه القضايا. وفي ختام المحادثات وجه الوزير الأول دعوة لنظيره التونسي من أجل القيام بزيارة إلى الجزائر. وفي التعاون الجزائري الموريتاني وتنفيذا لقرار سيد رئيس الجمهورية، حل اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح وأعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، وبعثة طبية تضم أطباء وممرضين وفي التخدير والإنعاش وتقنيين في صيانة.
الوفد الجزائري استقبل بمطار نواكشوط من قبل وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد وسفير الجزائر لدى موريتانيا نور الدين خندودي. ويذكر أن الجزائر قد خصصت لهذه العملية هبة تضامنية تتمثل في طائرتين محملتين بمعدات طبية وأدوية ومستلزمات الوقاية. كما يذكر أن البعثة الطبية ستمكث بموريتانيا 15 يوما مساهمة منها في تعزيز عدة مستشفيات موريتانية قصد تقديم الدعم في ظل مكافحة جائحة كوفيد-19. أما في التعاون الطاقوي فقد انتهت منذ قليل أشغال الاجتماع الوزاري 13 لدول أوبك وغير أوبك بمشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار، انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق مما استدعى إلى مواصلة الأشغال إلى يوم غد. وكان عبد المجيد عطار قد أكد خلال مشاركته في أشغال الاجتماع 25 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لدول أوبك وخارج أوبك، قد أكد أن أسعار برميل النفط قد تظل فوق مستوى 50 دولارا على الأقل خلال الأشهر 6 الأولى من 2021 إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على أسعار السوق النفطية. الاجتماع مهم جدا، يبدأ اجتماع أولا الاجتماع التقني اللي هو مصغر على الأقل باش نعمل الحصيلة نتاع 2020 وكذلك بعض الأرقام فيما يخص 2021، يتبع باجتماع وزاري موسع لكل الوزراء وباك بلوس فيما يخص ثاني كذلك نفس الشيء يعني باش نأخذ قرارات. الحصيلة مهمة جدا لأن ما تنسوش باللي في خلال شهر نوفمبر أخذنا قرار مهم جدا أن أجلنا الزيادة في الإنتاج تاع مليونين برميل خلال سنة 2021 وخذينا قرار باش نزيد 500 ألف برميل فقط في خلال شهر الأول تاع جانفي 2021. إذن الحصيلة نتاع شهر ديسمبر وكذلك التوقعات فيما يخص شهر جانفي مهمة جدا لأن عادة الطلب ينقص في بداية العام، ولكن درك هل القرار اللي رايح ناخذ هل نزيد 500 ألف برميل في خلال شهر فبراير ولا لا؟ في جو جنائزي مهيب وريا اليوم الثرى جثمان شهيد الواجب الوطني العريف محمد رباح رشدي بمسقط رأسه ببلدية لحننشا بسقهراس بحضور طارات من الجيش الوطني الشعبي. يتقدمهم قائد القطاع العسكري لسقهراس والسلطات المحلية بالولاية إلى جانب أفراد عائلة الشهيد وأصدقائه وجمع غفير من المواطنين. شهيد الواجب كان قد سقط في ميدان الشرف إثر العملية التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بولاية تيبازا والتي أفضت إلى القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة. الشهيد هو رشدي محمد رابح وهو ابني الكبير وهو استشهد في سبيل الوطن. الشهيد رشدي محمد كان نعم الأخ نعم الزميل كان رفيق الدرب، استشهد من أجل الوطن. احنا الجزائر عودتنا تفقد رجال شهداء بالأمس واليوم. الأخ رشدي استشهد البارح، ربي يرحمه، ربي صبر الأهل تاعه وربي صبرنا احنا كأسرته الثانية. أنا رحيم العريف المدرب، هذا راهو كان خويا وصاحبي وراهو مات في ميدان الشرف. رحم الله كل شهداء الواجب. إنا لله وإنا إليه راجعون. في موضوع آخر أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن قطاعه ماض في محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير، وهذا بعدما تم تخفيف قيمة الواردات ب8 ملايير دولار في 2020 مقارنة ب 2019 دون التأثير على فوترة المنتجات في السوق الوطنية. تابع التفاصيل مع إنصاف بخلف.
شفافية في منح القروض ورقمنة المعاملات المالية البنكية ضمن الإصلاحات البنكية التي تعمل الدولة على استكمالها آفاق 2023 كإحدى آليات إزالة التعتيم وجلب روافد جديدة للتدفق المالي. وزير المالية فصل بإسهاب كيفية ترشيد النفقات المتبعة حاليا لمحاربة تضخيم الفواتير. العودة بالبلاد إلى مستوى تنموي يسمح لنا بإصلاح الاختلالات الموازنتية واختلالات الميزانية، وطبعا هذا يعيدنا إلى برنامج إصلاحي ضخم بالنسبة للمالية العمومية وبالنسبة للمالية البنكية. فحسب التقديرات سوف نصل في 31 ديسمبر 2020 إلى 8 مليار دولار من تقليص فاتورة الاستيراد مقارنة ب 2019. وقد كشف وزير المالية عن الآليات التي سيتم اعتمادها فيما يخص ملف الحبوب المغشوشة. بالنسبة للديوان الوطني للحبوب فطبعا هناك فرقة تفتيش موجودة على مستوى هذا الديوان، ليس فقط جراء ما حدث في الأيام السابقة، ولكن من أجل إجراء عملية تدقيق ومراقبة على كل مستويات هذا الديوان من حيث التسيير المحاسبي، من حيث التسيير المادي، ومن حيث إجراءات المتبعة في عقد الصفقات. وحسب ابن عبد الرحمن سيتم توزيع الاعتمادات المالية لمؤسسات الدولة نهاية الأسبوع الجاري عوض مارس القادم فقط لتفادي الاختلالات في التسيير. إلى قطاع الفلاحة الآن، حيث وشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان اليوم بالولاية المنتدبة المنيعة على إطلاق مشروع إنجاز المقر المركزي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية. مصطفى هتهات والمزيد. المقاطعة الإدارية المنيعة بولاية غردايا تعرف باستقطابها العديد من الاستثمارات الفلاحية، واقع رشحها لتكون مقرا للديوان لتطوير الزراعة الصحراوية الذي تعول عليه الدولة ليكون أداة فعالة لتشجيع الاستثمار ومرافقة أصحاب المشاريع وتطوير الزراعات الاستراتيجية. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أشرف على وضع حجر الأساس لمقر هذا الديوان. إنشاء ديوان وطني لتثمين الاستثمار على المناطق الصحراوية، في المناطق الصحراوية اللي تخص الشعوب الاستراتيجية. اليوم حطينا الحجر الأساسي على مستوى المنيعة باش يكون تجسيد وإنشاء مقر بالحجم اللي ننتظره. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عاين عددا من الاستثمارات الخاصة والنتائج المحققة. ما نقدروش نديروا فلاحة خاصة في المناطق الجنوبية بدون مرافقة تقنية مستدامة لهذا الغرض. هذا نعلن اليوم باللي راح تكون فيها اون ستاسيون ريجيونال تاع المعهد التقني هذا. وبمقر الولاية أشرف الوزير على لقاء مع الفلاحين، استمع خلاله لانشغالاتهم وعرض آليات تطوير الفلاحة بالمناطق الصحراوية. أكد اليوم وسيط الجمهورية كريم يونس خلال تدشينه مقر الوساطة بولاية عين دفلة، أكد على ضرورة الإصغاء الدائم لانشغالات المواطن، مبرزا الدور الهام الذي يلعبه الوسيط في محاربة البيروقراطية وكذا كل أشكال الفساد. المزيد مع عبد القادر بن غنو. في إطار حملة شتاء دافئ، قام وسيط الجمهورية بولاية عين دفلة بإطلاق قافلة تضامنية تحتوي طرودا غذائية وأفرشة لفائدة عائلات موزعة على 7 بلديات في مناطق الظل. ودشن المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية وثمن خلالها الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية للتكفل بانشغالات الساكنة. نحيي يعني النشاط والحيوية الولاية. لم أكن انتظر بأن يعني عين دفلة عندها هذه الحيوية هذه، ومرتاح جدا. وبقاعة الاجتماعات للولاية رافع وسيط الجمهورية عن دور هيئته في مكافحة كل أشكال الفساد. ضرورة تحسين المرفق العام من خلال تجسيد مبادئ الحكومة وفوارق الاجتماعية وعدم المساواة التي يعاني منها المواطنين الذين ينفعلون لسبب وجه
من الأخطاء المتكررة التي ترتكبها الإدارة ومن لا عقاب الإداريين. وفي الأخير دعا كريم يونس الهيئة التنفيذية من مديرين تنفيذيين ومنتخبين للعمل سويا من أجل رفع الحس الجواري بين المواطن والسلطات العمومية. إلى الوضعية الوبائية بالبلاد خلال 24 ساعة الأخيرة والتي سجلت تراجعا مقارنة بالأيام الأخيرة. مع تسجيل 237 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الماضية بأقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. 19 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات، وفقط 6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 5 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 318 شخص. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، إلى حد اليوم العدد تاعهم 67,999، منهم 191 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء الحالي على مستوى المستشفيات عبر الوطن، 27 مريض في العناية المركزة. ووفقا لبروتوكول صحي يضمن سلامة المتمدرسين من فيروس كورونا، أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بالعاصمة على انطلاق موسم التعليم القرآني. نتابع المزيد مع هشام سعدودي. سعادة بالغة وبادية كانت على ملامح الآباء والأبناء والمدرسين بإعادة افتتاح الكتاب والمدارس القرآنية مجددا. احنا ورانا فرحانين، كنا نستناو الدخول تاع المدرسة القرآنية بفارغ الصبر، والحمد لله بعد ما جوزنا العام هذا اللي جاز قراو فيه العام اللي فات، قراو واحد 4 شهور ولا 5 شهور برك. الحمد لله رب العالمين، سعدنا، نتمنى من المولى جل وعلا أن تكون هذه الفاتحة فاتحة خير وبر وصلاح على العباد والبلاد. أنا فرحانة. وش علمتي اليوم؟ بسم الله. نحن نشهد هذه الفرحة ورجوع الأولياء مع احترام صارم للبروتوكول الصحي الذي يعني صادقت عليه اللجنة العلمية وفي وزارة الصحة، ونحن نعمل على الالتزام الكامل مثل ما التزمنا في الصلاة، والحمد لله التحدي مرفوع واستطعنا بحمد الله تعالى أن نرافق هذه الإجراءات. ارتكبنا الضرر الأخف لندفع الضرر الأكبر، وانت راكي تعرفي هذه، الحمد لله، واللي مرانا فرحانين برجوع أولادنا. فرحانين بكم كامل، وربي يدومها إن شاء الله، وربي يحفظنا ويرفد علينا الوباء. هذا واستنفت اليوم المدارس القرآنية ببسكرة نشاطها في ظل عزم على الالتزام بتدابير الوقاية. المتابعة لرضا تبرمسين. 600 طالب يلتحقون بأقسام المدارس القرآنية الـ50 لولاية بسكرة، التحاق يخضع لشروط البروتوكول الصحي حفاظا على سلامة مرتدي الزوايا والأقسام. في هذا الإطار ستنظم مديرية الشؤون الدينية وأوقاف حملات تحسيسية وميدانية عبر كافة الدوائر من أجل شرح مضمون ومحتوى هذا البروتوكول من جهة، والتأكد من جاهزية مدارسنا القرآنية ومدى احترامها للبروتوكول ولمضامينه. عودة الحياة لمدارس التعليم القرآني سبقتها مساع حثيثة لإنجاح موسم ركن للراحة منذ 8 أشهر. بفضل الله وتعليم تطبيقا للتعليمات الخاصة بالفتح التدريجي، اليوم إن شاء الله بدأنا في الوقوف على بعض المدارس القرآنية ليكون الانطلاق أو تكون الانطلاقة الفعلية. الفرحة فرحتان لرواد المكان ولتصلح تلك الأمكنة بعظيم ما أنزل. إني فرحة كفرح يعقوب بابنه يوسف أن وهبنا الله عودتنا إلى المدارس القرآنية واحتضاننا لكتاب الله عز وجل. الأمر يتكرر في باقي المدارس القرآنية، وفقا لما جاء من تعليمات البروتوكول الصحي وحفظة كتاب الله ملزمون بالحفاظ على تلك الشروط.
دعا وزير التربية الوطنية محمد وجعود خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للموسم التكويني 2020-2021، دعا إلى ضرورة تجسيد التوجيهات المتعلقة برعاية المدرسة الجزائرية وإمدادها بكل أدوات التطور والرقي، وهذا قصد تحسين نوعية التعليم من خلال تأطير وتكوين موظفي القطاع، حيث ستعتمد الوزارة هذا الموسم على الشبكة الوطنية الرقمنة للتكوين الرقمي عن بعد. المهم في هذه العملية، وهذا لأول مرة يعني، هو رقمنة العملية وتطوير هذه الأرضية الرقمية، كيف يتم التفاعل معها سواء من طرف المكون أو من طرف المتربص، وبالتالي كل هذا سيسمح بتحيين من جهة العملية في حد ذاتها وتحديثها، وبالتالي تطوير مستوى التكوين، وكل هذا إن شاء الله سيرجع بالفائدة على الأستاذ، على المسير، وأخيرا بالطبع على التلميذ. في آخر يوم من معرض المنتجات الحرفية لذوي الاحتياجات الخاصة بديوان رياض الفتح، تنقل لنا الزميلة نجوى الأخضر أقريقة في هذا البورتري لأمين وسعيد قصة تحد ونجاح. اجتمعت لدى أمين وسعيد الموهبة وحب العمل الجماعي والرغبة في التعلم، ما جعلهما يتلقيان تكوينا خاصا في رسكلة الورق الذي يستعملانه كمادة أساسية لرسم اللوحات وصنع البطاقات وغيرها من الأعمال الفنية. بابي مورم عادي نجيبه نسكريبه ونبغي نديرو بابي تعيب سان بيض يكون بس يخشين يكون رقيق البابي تاعي، وكي عندي الصغير وعندي الكبير. البابي هذا كان استعملوها كتابة تقدر تدير الديسان. لا يمكن للإعاقة أن توقف مسار الإبداع والعطاء، وهو ما لمسناه في أمين المبدع الذي لا يبخل على زملائه أصول هذه الحرفة. أنا يمكن نخدم نعطيله ويحط يروح لهيك ويحط وين نكمل معه نكمل معه حتى يتعلم هو يتعلم شوية مرة ولاحق شوية ندمجوا عن طريق التكوين. أولا يجيك عنده مؤهلات تخليهم باش يتكونوا تكوين نظري وتطبيقي في نفس الوقت. مشاركة أمين في معرض المنتجات الحرفية لذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة لمجهودات الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني للمصابين بتريزوميا، والتي احتضنته وزملائه فصقلت موهبتهم وأدمجتهم في المجتمع. ما شاء الله. الآن إلى تحقيقات الثامنة واليوم، نعرج بكم على ولاية المدية، حيث يشكو سكان خربة ولاد هلال من غياب المشاريع الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن. تحقيق لفؤاد أحماني المتابع. عبد الله وعلى مدار سنوات عديدة وهو ينقل الماء الصالح للشرب من منابع جبلية بهذه الوسائل التقليدية من الدواب وغيرها ليروي عطشه وعطش أبنائه. منكم تجيبوا الماء؟ من خربة منا من البسين، نمشي وغير عزوش كيلو ولا شحال؟ 3 كيلو ولا شحال؟ 3 كيلو. إيه. راكم تتعبوا فيها؟ منا تعبوا بالبزاف كاع، من ذاك ما نصيبوش كاع بان نغسلوا ونطيبوا ما كاش كاع. عندنا عيون حبسوا. كان عندنا باسين نملوا منوح بس. درك باش تدي قرن عندك ساعتين ولا ثلاثة باش تعمر زوج بتاتي تاع 20-20. يبدا راح يجي في الماء، يروح في الليل 12 تاع الليل يدير لاشين، يديروا لاشين لاشين. يجيبوا فايج الصباح. حتى الصباح بيجيبوا فايج. هذه المعاناة فتح لها باب أمل بعد إنشاء خزان مائي بمنطقة مسيل منذ أيام قليلة. منطقة تعريف والغاز ما كاش والماء راكشت. وحنا هنا نكسبوا المواشي، المواشي ماتوا، المسالك الفلاحيه ما كاينش، البراجات لي فراج اللي هنا راهم كاينين، المالويدي راهم داينهم غير هكاك برك، رايحين غير هكاك للهوابة. مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب سيمس عده قرى ومداشر من منطقه مسين باولاد هلال بعد ربطها بشبكه النقل.
اليوم ان شاء الله نبشرها المواطنين نتاع منطقه مسيب بصفه خاصه ومواطنين بلديه ولاد هلال بما فيها التجمع الحضري خرب هلال ولا حتى الشاف اليود لاكومين اللي وين هذا المشروع ان شاء الله راح يغطينا العجز اللي كان كاين من البلديه ان شاء الله. يعني بعد الموافقه تاع السيد الوالي البلديه راح تبشر الاجراءات تاع هذا المشروع ان شاء الله. الساكنة هنا يطالبون ليس بالماء فقط ولكن بالغاز والكهرباء لشدة برودة المنطقة وفك العزلة للحفاظ على استقرارهم وخدمة أرضهم وعدم هجرة أبنائهم. ومن أجل تحصيل علمي نوعي شرعت 23 مدرسة ابتدائية بولاية بشار في عملية توزيع الوجبات الساخنة على المتمدرسين. التغطية لأيمن حنفي. بعد انتهاء دوام الفترة الصباحية يتوجه هؤلاء التلاميذ إلى المطعم المدرسي لتناول وجباتهم الساخنة لأول مرة منذ الموسم الدراسي الفارط، حيث تم تخصيص غلاف مالي كحصة أولية لانطلاق عملية الإطعام من طرف السلطات المحلية لولاية بشار. وتنفيذا لتوجيهات سيد ولي ولاية بشار وإعطاء التوجيهات الخاصة بتقديم الوجبات الساخنة، وإحنا اليوم رانا في الموعد اليوم الوجبة الساخنة وأن تعم إن شاء الله بإذن الله في برنامج راه معد ومخطط بأن تعم هذه الوجبة الساخنة كل مؤسسات بلدية بشار خلال الأسابيع القليلة القادمة. انطلقت عملية الإطعام لتشمل 23 مدرسة ابتدائية ببلدية بشار كمرحلة أولى، وقد جرى من خلالها احترام البروتوكول الصحي بهدف توفير الجو الملائم والعائلي للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية. لاحظنا أن الأبناء نتاعنا كانوا جد سعداء بهذا اليوم الأول، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم أيضا وجبة متوازنة حتى يتوافق الأمن الغذائي مع كذلك التمدرس الجيد. هذا وتبقى جهود السلطات المحلية متواصلة سعيا لتعميم العملية على مستوى كل ابتدائية ولاية بشار مع الحرص على استمراريتها في ظروف جيدة. مع استمرار موجات البرد والثلوج بمختلف مناطق الوطن يكثف أفراد الجيش الوطني الشعبي تدخلاتهم لمد يد العون وفتح الطرقات والمسالك وكذا فك العزلة على المناطق التي غمرتها الثلوج. تابع المزيد مع حمزة أحمد بالقسم. في إطار فتح الطرق وفك العزلة على المواطنين إثر التقلبات الجوية الأخيرة، قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الأولى بالتدخل على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين العطوش وتلاميمون بتيزي وزو، حيث تم فتح الطريق على مسافة 4 كيلومترات. وفي نفس السياق تم فتح الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلدية تيزي وزو وتيكزيرت على مسافة 3 كيلومترات. أما في ولاية البويرة فتم التدخل على مستوى الطريق رقم 30 الرابط بين البويرة وتيزي وزو على مسافة 8 كيلومترات. كما تم فتح الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية البويرة وتكجدة على مسافة 10 كيلومترات. تنفيذ لتعليمات السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي القاضي بفتح الطرق ومد يد المساعدة للمواطنين أثناء الظروف الطبيعية الخاصة، وبأمر من قائد القطاع العملية البويرة هي وحدتنا كما تشاهد تقوم بفتح الطرق المغلقة جراء تساقط الثلوج الكثيفة وتأمين محاور السير إلى غاية انفراج وتحسن الظروف الطبيعية. الأمر نفسه في الناحية العسكرية الخامسة بولاية برج بوريريج، حيث تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي لغرض فك العزلة وفتح الطرقات لحركة المرور على مستوى عدة مناطق، خاصة الطريق المعبد غير المرقم الذي يربط قرية المري وتمحليت وفضالة وبلدية حرازة. إلى تيرتلان، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ عائلة تتكون من 11 فردا بعد استنشاقهم الغاز المحترق المنبعث من سخان الماء. المزيد من التفاصيل مع نور الدين قاسمي. ما زال القاتل الصامت يهدد حياة المواطنين. 11 شخصا بمدينة تيارت من عائلة واحدة نجوا من موت محقق بعد استنشاقهم للغاز المحترق. شوفوا منين هو الباك بعيد وجاي في الباكون وعنده غير جمره شعله، شغل تهاوننا عليه، قرينا فيه لا ما قلنا ما هو اللي درنا ديك. فطنت نصيب العزوج تنازع والشير ينازع، طليت في الصالون نصيبهم كسردين
حوالي الساعة 9:40 دقيقة صباحة هذا اليوم تلقى مركز التنسيق العملي عن مستوى مدينة حماية المدينة لولاية تيارت نداء من أجل حادث يعني يتمثل في اختناق عائلة بالغاز المحروق. العائلة هذه تتكون من 11 فرد، منهم يعني 9 ذكور و2 إناث سنهم يتراوح ما بين سنة و70 سنة. مصالح الحماية المدنية التي تدخلت على الفور أجلت الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى يوسف دمرجي وهم في حالة مستقرة. لا صافا درك الحمد لله، الحمد لله هاي داروا لنا الاكسجين الحمد لله رانا مليح. دارهم بخير، قمنا بهم، قمنا بكل الإجراءات على ما ينبغي بالأدوية وبالأكسجين والمضاد أنقذناهم. يذكر أنه خلال الأسبوع الأول من العام الجاري تم إنقاذ 15 شخصا وتسجيل وفيتين لذات السبب. تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2021، نحيط الرأي العام علما أنه تم مساء أمس تحويل المتهم سعيد بوتفليقة من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد لكونه متابعا بقضايا أمامه. هذا وأصدرت اليوم محكمة سيدي محمد بالعاصمة أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 إلى 3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد يحيى والوزيرين الأسبقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغني زعلان المتبعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدا. عدل دائما أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد اليوم أصدر أمرا بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت، وهذا في قضية فساد جديدة، وتتعلق التهم الجديدة ضد الوزيرة السابقة المتواجدة حاليا رهن الحبس المؤقت بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للمجمع الصناعي أمنهيد. إلى مستغنم الآن، حيث اكتشفت عناصر الدركي الوطني ورشتين سريتين مختصتين في صناعة ذخيرة الصيد والمتاجرة بها. مكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في أولاد معلا من اكتشاف ورشتين سريتين مختصتين في صناعة ذخيرة الصيد والمتاجرة بها، كما أسفرت هذه العملية عن حجز بندقية صيد نوع روبيستا وبندقية هوائية نوع ديانا، بالإضافة إلى مسدس آلي نوع إينيك ومسدس حربي، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من المواد الكيماوية المتفجرة وعتاد خاص لصناعة الذخيرة. كما تم حجز 325 خرطوشة عيار 16 ملم و30 طلقة عيار 7.65 ملم، بالإضافة إلى 892 ظرف بارد عيار 16 ملم، بالإضافة إلى حجز 2.535 كيلوغرام من مادة البارود، بالإضافة إلى 3 نظارات ميدان. كما تم استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر ب 150 مليون سنتيم. وبالعاصمة تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة دولية تستورد وتتاجر بطريقة غير شرعية في المخدرات الصلبة من نوع الهيروين. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في فرقة مكافحة الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة وسط من تفكيك شبكة دولية تمتهن الاستيراد والمتاجرة في المخدرات من نوع الهيروين، تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، أين تم إيقاف 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب. تم استرجاع 88 غرام من مخدر الهيروين الخام، 500 غرام من مسحوق أبيض يستعمل كدعائم في تحضير المخدر، مواد صيدلانية تستعمل كدعائم في تحضير المخدر، 675 مليون سنتيم، 25250 نيرة نيجيرية، 500 سيافة، 4 مركبات سياحية، 18 هاتف نقال و5 جوازات سفر أجنبية.
وري الثرى اليوم بمقبرة سيدي نعمان بتيزي وزوج عثمان الراحل المدير السابق لجريدة الخبر شريف رزقي الذي وفاته المنية إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 58 سنة. وكان الفقيد من الأقلام المعروفة على الساحة الإعلامية حيث تولى منصب مدير التحرير بإحدى الجرائد اليومية ثم مديرا للنشر بالخبر الأسبوعي. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بالحيمر بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى أن يتغمده بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله. أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت مناطق غرب النيجر مخلفة العديد من الضحايا والجرحى من بينهم مدنيون عزل. وفي هذه الظروف الأليمة قدمت الجزائر وتعازي مجددة تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب النيجيري الشقيق. كما جددت الجزائر التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب. في مستجدات الوضع في الصحراء الغربية واصل الجيش الصحراوي شن هجماته على تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة الجرجرات لليوم 52 على التوالي حسب ما جاء اليوم في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. وأوضح البيان الذي يحمل رقم 52 أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت قواعد الاحتلال المغربي أمس في منطقة الفريمينية بقطاع أسمرة. وبشأن جديد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم تجاوز عدد الإصابات 85 مليون حالة فيما يقترب رقم الوفيات إلى من مليوني شخص. وفيما أضحت بريطانيا أول دولة تستخدم لقاح أسترازينيكا في العالم حذر العلماء من إمكانية استعصاء السلالة الجديدة المتحورة عن اللقاحات المتاحة حاليا. إلى أخبار الرياضة حيث احتضنت الناحية العسكرية الثالثة ببشار فعالية البطولة الوطنية العسكرية للخماسي العسكري بمشاركة أزيد من 120 متنافسا يمثلون مختلف القيادات أو قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي. المزيد مع عبد الكريم غراب. أشرف السيد اللواء فضيل ناصر الدين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة على مراسم افتتاح البطولة الوطنية العسكرية للخماسي العسكري وذلك بالمركب الرياضي العسكري الجهوي. وباسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الثالثة أعلن رسميا عن افتتاح البطولة الوطنية للخماسي العسكري متمنيا للجميع التوفيق والنجاح وإحراز أفضل النتائج. وقد انطلقت هذه البطولة في يومها الأول بإجراء منافسة الرمي بالبندقية النصف آلية. التظاهرة هذه سيشارك فيها أزيد من 120 رياضيا. إن شاء الله رانا عندنا تحضيرات مكثفة السنة هذه للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، وإن شاء الله نحضر في هذه البطولة ربما نصيب بعض الرياضيين الشباب لندعم بهم المنتخب الوطني عن قريب. وستستمر هذه الفعاليات على مدار 6 أيام في اختصاصات السباحة بالحواجز، عبور الموانع، رمي القنابل اليدوية والعدو الريفي. كما احتضن اليوم مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية بابن عكنون فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للتايكواندو. نتابع المزيد مع سهيلة معوش. انطلقت اليوم منافسة الكأس الوطنية العسكرية بمشاركة 113 مصارعا من بينهم 3 سيدات يمثلون 17 فريقا من مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات والمدارس العليا والتطبيقية بالإضافة إلى الوحدات الكبرى في اختصاصي البومسي والكيروغي. أنتم اليوم مدعوون للتنافس الرياضي النزيه سعيا وراء الظفر بالألقاب والميداليات واعتلاء منصة التجويد التي ستكون حتما ثمرة لجهد طويل مبذول بفضل الإمكانيات التي وفرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
للرياضة العسكرية. المنافسة هذه تعد محطة تحضيرية وفرصة لاقتناء خيرة المصارعين الذين سيمثلون المنتخب العسكري للتايكواندو في مختلف الاستحقاقات المقبلة. اليوم في فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للتايكواندو سوف نلاحظ مستوى أحسن من مستوى اللي كان في البطولة، وهذا ما يسمح لنا بانتقاء أحسن العناصر لتدعيم المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو للمشاركة في المنافسات الدولية القادمة. الكأس الوطنية ستتواصل غدا بمنازلات حسب الفرق مع اختتام فعاليات المنافسة بتوزيع الميداليات والشهادات والكؤوس على المتوجين. ونختم نشرتنا من أعالي عنابة وتحديدا منطقة سيرايدي التي تحتضن المنشأة الفندقية المنزه، ذلك الصرح التاريخي الذي نزلت به شخصية عالمية وسياسية كما صورت به أفلام سينمائية مشهورة. حسن متطلع ومزيده. هذا المعلم السياحي يتواجد وسط هذا الديكور الطبيعي الرائع الذي يجنح بك في لحظات شاعرية إلى عالم آخر. قد تعيش 4 فصول في اليوم، به 121 غرفة تحتوي على لوحات ورسومات رصعت المكان. يحتفظ تاريخ الفندق بزيارات وإقامات لشخصيات من مختلف المجالات والمستويات، كما شهد تصوير جزء هام من فيلم عطلة المفتش الطاهر. عرفت زيارة وإقامة الرئيس هو بمدن الله يرحمه في الغرفة 101، ورئيس في دار كاسترو في الغرفة 102، وكذلك عرف زيارة عدة ملوك ورؤساء عالميين يعني اللي زاروا الفندق وقاموا به. فندق مش تاريخي باسمي، ثقافتي كذلك، لأنه عرف تسجيل فيلم عطلة المفتش الطاهر الذي قام في صائفة 73، وقام تاعه كانت في الغرفة 43، والسهرة اللي قيمت في ذلك الوقت قيمت في بهو الاستقبال. خصوصية جعلته مقصدا مفضلا للعائلات والزوار من كل مكان لاكتشاف سحر المكان وروعة الإنجاز. الغروب الشمس تاعو من أجمل الغروب الشمس يعني على مستوى العالمي. الغرف نتاعنا مش غرف يعني بسيطة، يعني غرف يعني من تجبيع لوحات من طراز فنانين عالميين، من بينهم نصر الدين ديني، إتيان ديني. إمكانيات طبيعية وسياحية، فماذا ينقص لاستغلال هذه الفضاءات بما يخدم الاقتصاد ومستقبل البلاد؟ السياحة تكون يعني في المرتبة الثانية بعد الفلاح، مش البترول والغاز. هذا مكان، لأن هذا مصدر قوة الجزائريين، وثانيا مصدر يعني العملة الصعبة يعني. للإشارة أن هذا الفندق تم اقتراحه من قبل اللجنة الولائية لتصنيفه كتراث ثقافي. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماع للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد، لا سيما السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي. تعليمات صارمة لإحداث ديناميكية في القطاعات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن. ورئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استكمال التحضيرات لإطلاق عملية التلقيح ضد كورونا فيروس خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. توافق في وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول الوضع الراهن في المنطقة خلال المحادثات الهاتفية التي جمعت الوزير الأول عبد العزيز جراد ونظيره التونسي هشام مشيشي. وتجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، وفد طبي وهبة تضامنية مكونة من مواد صيدلانية تصل إلى نواكشوط تعزيزا للعلاقة الثنائية بين الجزائر وموريتانيا.
انطلاق موسم التعليم القرآني مع التقيد ببروتوكول صحي يضمن سلامة المتمدرسين من وباء كورونا، وتابعتم في النشرة عينة من العاصمة وبسكرة. وثامنة اليوم حققت في انعدام أساسيات الحياة بخربة أولاد هلال بالمدية. وببشار تابعنا مدى التزام المطاعم المدرسية بتقديم وجبات ساخنة للمتمدرسين. ختام نشرتنا سعيد، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.